السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتناول ترتيب رتب الجيش الأمريكي، وخاصة نخص بالذكر القوات البرية. تفضلوا معنا. أولا، الجندي الصف الثاني. ثانيا، الجندي الصف الأول. رتبة متخصص. رتبة عريف. رتبة رقيب. رتبة رقيب أركان. رتبة رقيب الصف الأول. رقيب آمر. رقيب أول. رقيب أساسي. قائد رقيب أساسي. رقيب جيش أساسي. رتبة مساعد. رتبة مساعد ثانٍ. رتبة مساعد ثالث. رتبة مساعد رابع. رتبة مساعد خامس. رتبة ملازم ثانٍ. رتبة ملازم أول. رتبة نقيب. رتبة رائد. رتبة مقدم. رتبة عقيد. رتبة عميد. رتبة لواء. وبعدها الرتبة ما قبل الأخيرة، وهي رتبة فريق. وأعلى رتبة في الجيش الأمريكي للقوات البرية الأمريكية هي رتبة فريق أول.